مشاهدي فضائية العراق التربوية في ربوع عراقنا الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائنا الطلبة الصف الثالث متوسط لمادة الكيمياء الفصل الرابع موضوعنا لهذا اليوم اعزائنا الطلبة هو قابلية الذوبان ماذا يقصد بقابليه الذوبان؟ نجي موضوع قابليه الذوبان هي عباره عن المذاب والمذيب، ماذا يعمل المذاب وماذا يعمل المذيب؟ شغلنا هو المذاب والمذيب، ماذا يحدث بين المذاب وماذا يحدث بين المذيب؟ نجي قابليه الذوبان هي اكبر كميه من المذاب، اهم شيء نعرف الكميه المذاب ونعرف كميه المذيب، هي اكبر كميه من المذاب يمكن ان تذوب في حجم ثابت من المذيب، لازم عندي كميه المذاب تفوق او اكبر من حجم ثابت من المذيب حتى احصل على محلول مشبع حتى احصل طلابنا الاعزاء على محلول مشبع لازم تكون كميه الماده المذابه تفوق كميه الماده المذيب حتى تستوعب جزيئات المذيب جزيئات المذاب فعلى هذا الاساس قابليه الذوبان تختلف قابليه الذوبان تبعاً لطبيعه المذاب والمذيب ودرجه الحراره والضغط عندنا من الفراغات الوزاريه المهمه يقول لي قابليه الذوبان تختلف تبعا لفراغ طبيعه المذاب والمذيب ودرجه الحراره والضغط تجينا من الفراغات الوزاريه المهمه، نجي ناخذ هسه ناخذ وحده وحده ونفتهم ماذا يقصد بها، اولا ما هي العوامل اللي تاثر على قابليه الذوبان؟ اولا طبيعه المذاب والمذيب، ثانيا درجه الحراره، وثالثا اللي هو الضغط، ان العوامل اللي تاثر على قابليه الذوبان أدنى ثلاثه، طبيعه المذاب يعني شكله، خاصيته الفيزيائيه، درجة الحرارة وتأثيرها بارتفاع وانخفاض الحرارة وتأثير الضغط على الذوبان فأول نقطة عندنا هي طبيعة المذاب والمذيب ماذا يقصد بطبيعة المذاب والمذيب؟ تزداد قابلية ذوبان المذاب بزيادة السطح المعرض للذوبان مثلا ماذا يقصد بهذا الكلام؟ إذا وضعت كمية أو ملعقة من السكر في الماء وتركتها لمدة نلاحظ عملية الذوبان تكون عملية بطيئة ولكن في حالة إذا أجيت وحركت هاي المادة نلاحظها أنها راح تذوب بسرعة ماذا هو السبب ولماذا نرجع السبب من الاسئله الوزاريه يقول اذا وضعت كميه قليله من ملح الطعام في دورق يحتوي على ماء نلاحظ تذوب هذه البلورات الملح ببطء نركز علىها تذوب بلورات الملح ببطء ولكن اذا حركت المحلول راح نلاحظ زياده سرعه الذوبان من التعاليل الوزاريه المهمه لماذا السبب هو إن عملية التحريك تؤدي إلى ملامسة سطح البلورات بالماء لأنها حتتلامس سطح البلورات بالماء بشكل أكبر وهي عملية الذوبان ظاهرة تتعلق بالسطح المعرض للذوبان مثلا ملاحظة مثلا عند ذوبان السكر الناعم يذوب السكر الناعم في الماء أسرع من السكر الخشن من التعاليل الوزارية، السكر الناعم يذوب اسرع من السكر الخشن، الخشن يعني اللي تكون حبيباته كبيرة، السبب في ذلك ليش؟ بأنه يعتمد على المساحة السطحية، كلما تعرضت المساحة السطحية للمادة إلى جزيئات الماء، كلما كانت عملية الإذابة سريعة، فهذا يتعلق بالسطحية العامة، السبب لأن السكر الناعم اللي هو المسحوق يكون سطحه مع عرض لملامسة جزيئات الماء اكبر من سطح حبيبات السكر الخشن السطح الناعم تكون جزيئاته تلامس جزيئات الماء بينما السطح الخشن تكون جزيئاته خاصة في بطن الجزيئة بعيدة عن سطح الماء بعيدة عن جزيئات أو ملامسة جزيئات الماء إذا ماذا نستنتج من هذا؟ نستنتج أنه كلما ازداد سطح المادة المذابة المعرضة للمذيب ازداد سرعة الذوبان إذن هاي أول عامل من العوامل اللي تأثر على طبيعة الذوبان هي طبيعة المذاب والمذيب يعني الشكل الفيزيائي الطبيعة الفيزيائية لجزيئات المذاب والمذيب انتهينا نجي النوع الثاني، العامل الثاني اللي ياثر على قابليه الذوبان هي درجة الحرارة بصورة عامة ومن حياتنا اليومية، عند ارتفاع درجة الحرارة راح تزيد من عملية الذوبان، مثلا السكر في الماء الساخن يذوب بصورة أسرع من ما أخليه في الماء البارد، شنو السبب؟ بسبب زيادة درجة الحرارة، ماذا يقصد؟ ما التأثير درجة الحرارة على قابلية الذوبان؟ من الأسئلة الوزارية المهمة اللي اجتنا بسنه 2019 بالدور الاول، العفو الدور الثالث، يقول ما تأثير درجة الحرارة على قابلية الذوبان؟ جوابها تقول تزداد قابلية الذوبان بازدياد درجة الحرارة، كلما ارتفعت درجة الحرارة ازدادت عملية الذوبان، السبب هو بسبب زيادة الطاقة الحركية لجزيئات السائل. كل ما ارتفعت درجة الحرارة ازدادت الطاقة الحركية لجزيئات السائل، وكلما ازدادت الطاقة الحركية زادت البعثرة أو زادت عشوائية هذه المادة فتؤدي إلى شنو؟ إلى استقبال جزيئات المذاب في جزيئات المذيب فتزداد عملية اه درجة حرارة تزداد عملية الذوبان. هاي النقطة الثانية من العوامل المهمة، نجي النقطة الثالثة من العوامل المهمة المؤثرة على عملية الذوبان ادنى مثال اخر على عمليه الذوبان تعاليل وزاريه مهمه شو يقول لي؟ علل السكر يذوب في الشاي الساخن اسرع من ما يذوب في الشاي البارد ليش بسبب زياده طاقة حركة جزيئات السائل لأن يعني طاقة حركة الجزيئات تزداد بالسائل الساخن فعند زيادة درجة الحرارة طلابنا راح تزداد احتمالات قوة التصادم بين جزيئات السائل اللي هي جزيئات المذيب بسطح بلورات السكر فراح يساعدني على سرعة الذوبان هاي النقطة الثانية من العوامل المهمة اللي تؤدي إلى زيادة الذوبان. النقطة الأخيرة من عملية الذوبان أو العوامل اللي تأثر هو الضغط. ما تأثير الضغط؟ الضغط تزداد قابلية الذوبان بزيادة الضغط. كلما ازداد الضغط ازدادت قابلية الذوبان خاصة في المواد الغازية. مثلا عندنا سؤال يقول عند فتح غطاء الزجاجة فإن ضغط CO2 يقل في حالة عندنا بطل البيبسي في حالة عند فتح الغطاء إيش نحن نلاحظ غطاء فإن ضغط CO2 يقل فمن قل CO2 إيش راح تقل تقل قابلية الذوبان وتتكون فقاعات من ثنائي أكسيد الكربون التي تتصاعد في المشروب الغازي اهم شيء عندنا اذا هاي العوامل اللي تاثر على عمليه او قابليه الذوبان. انتهينا من هاي العمليه. نجي الى تركيز المحلول. ماذا يقصد بتركيز المحلول؟ تركيز المحلول المحلول هو عباره عن كميه الماده المذابه في كميه من المذيب. تركيز المحلول هو يتكون من مذاب ومذيب. نريد نشوف نعرف كمية المذاب شقد وكمية المذيب اللي حاطته شقد، فشو اقول عليه تركيز المحلول، كمية المادة المذابة في كمية من المذيب، شلون يمكن التعبير عن هاي التراكيز بالمصطلحات بالتركيز المخفف او التركيز المركز، نرجع من الأسئلة الوزارية ما هو المحلول المخفف؟ هو المحلول الذي يحتوي على كمية أقل من المذاب المحلول المخفف هو المحلول الذي يحتوي على كميه قليله من المذاب مثلا عندنا حامض عندنا خل كميه الخال كميه حامض كلش قوي حتى اخففه راح اضيف له كميه من المذيب اللي هو المي، في هذه الحاله ايش راح اقول؟ اقول بان المحلول خفف مخفف، اذا شو وقت يخفف المحلول؟ عندما تضاف كميه من المذيب الى كميه من المذاب. نوع الثالث الثاني العفو المحلول المركز، ماذا يقصد بالمحلول المركز؟ هو المحلول الذي يحتوي على كميه كبيره من المذاب، المركز يحتوي على كميه كبيره من المذاب. يعني أكبر من المذيب، بينما المحلول المخفف لا، يحتوي على كمية أقل من المذاب من المذيب، يعني كمية المذاب أقل من كمية المذيب. عندنا ملاحظة، يمكن تحويل المحلول المركز إلى محلول مخفف، شلون أحول المحلول المركز إلى محلول مخفف؟ وذلك بإضافة كمية إضافية أو كمية أكبر من المذيب إليه. عندنا من الفراغات والصح والغلط الوزارية، عندنا سؤال وزاري يقول: ضع كلمة صح أو خطأ ثم صحح الخطأ. يمكن تحويل المحلول المركز إلى محلول مخفف، إجانا على شكل صح وغلط، سنة من السنين الوزارية إجانا على شكل فراغ. كيف يمكن تحويل محلول المركز إلى محلول مخفف؟ إيش قايل اللي هو بالسؤال؟ وذلك بإضافة مضاف مذاب أكثر إلى المحلول. حتى احول محلول مركز الى مخفف ايش اضيف اضيف مذاب اكثر لو اقل وانما المضاف هنا في هذه الحاله تكون العباره خاطئه، لازم تكون المركز حتى حول محلول مركز الى مخفف ان تكون كميه المذاب اقل من كميه المذيب. اعزائنا الطلبه نعيد مواضيعنا المهمه الوزاريه وخاصه هي المواضيع الاساسيه ومن المواضيع الاساسيه هي المحاليل المشبعه والغير مشبعه وفوق الاشباع. وهذه المواضيع اعزائنا الطلبه اعزائنا الطلبه عندنا من المواضيع المهمه للاعاده والمستفاد من عندها اعزائنا الطلبه عندنا من التعاريف الوزاريه من التعاريف المهمه هو المحلول غير المشبع المحلول المشبع والمحلول فوق الإشباع محلول إلكتروليتي يقسم إلى إلكتروليت قوي وإلكتروليت ضعيف والمحاليل غير الإلكتروليتية، أعزائنا الطلبة من التعاريف الوزارية المهمة. أعزائنا الطلبة إلى هنا ينتهي درسنا لهذا اليوم، ملتقانا وإياكم في الدروس القادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.